أهلا بكم أعزائنا المتابعين في قناة الأسرار الخفية في العلوم الصيدلية في هذا الفيديو الجديد وفي يوم مميز هو اليوم العالمي للصيادلة. ومن القلب نقول كل عام وكل الصيادلة في الحقيقيين غير المزيفين في كل أنحاء هذا العالم الجميل، كل عام وأنتم بألف ألف خير. في مثل هذا اليوم من السنة الماضية أطلقنا قناة الأسرار الخفية في العلوم الصيدلية وعلى اليوتيوب، والآن في هذا اليوم العالمي أيضا للصيادلة في نفس هذا اليوم من السنة هذه سنطلق ونؤسس الاتحاد العالمي للصيادلة الحقيقيين الذي يملك الأهداف الكثيرة على المدى البعيد لإعادة الصيدلة إلى حقيقتها وإلى دورها الحقيقي الذي تستحقه من خلال إبراز دور الصيدلاني الحقيقي في المجتمع ودور الصيدلة الحقيقية. الكثير منا لا يعرف، أو كثير من فئات المجتمع والعالم لا يعرف ما معنى الصيدلة وما معنى أهمية هذا الدور. لا نعرف إلا القشور عن هذا التخصص الرائع، التخصص الإبداعي الذي قدم المزايا الكثير، هذا الجندي المجهول الذي يجب أن يخرج إلى يخرج إنجازاته وتخرج إلى البشرية، ويجب إيصال هذه الإنجازات لحتى لا يظلم وكما ظلم خلال السنين والعقود الماضية. أيضا سنقوم بالعمل على أخذ الصيدلة دورها الحقيقي ليس فقط في مجتمعاتنا العربية وأيضا في العالم أجمع، وسنقوم ونعمل أيضا على حل مشاكل المهنة. حل مشاكل المهنة مهما كانت هذه المشاكل، لدينا بإذن الله إيمان وقدرة أن نصل إلى هذه الحلول من خلال الإيجابية والتفاؤل والعمل المنسق للوصول إلى حلول تخدم المهنة وبالتالي تخدم المجتمع وتخدم المريض الذي نحن أصلا من وجدنا من أجله. ما هي خطوات العمل التي سنقوم عليها؟ أبرز خطوات العمل هي الإطلاق الفعلي والانطلاقة الفعلية من الآن بإذن الله لحملة نحو صيدلة حقيقية. في هذا الفيديو نعلن إطلاق حملة نحو صيدلة حقيقية، هذه الانطلاقة الفعلية حتماً لهذه الحملة، وستكون منظمة بشكل مرسوم وبشكل مخطط له جيداً. ستحتوي هذه الحملة فيديوهات توعية عن دور الصيدلة الحقيقي ودور الصيدلاني الحقيقي وما هو الصيدلاني الحقيقي أو الصيادلة الحقيقيين، أيضا فيديوهات، وستحتوي أيضا هذه الحملة على منشورات على سائر وسائل التواصل الاجتماعي للتثقيف عن دور الصيدلة الحقيقية. طبعا التثقيف يستهدف أيضا الصيادلة وليس فقط المجتمع، لأن هناك صيادلة للأسف لا يعرفون الكثير عن مهنتهم وأحبطوا كثيرا من الواقع. سندب لهم تحفيز من جديد وليعرفوا ماهية مهنتهم ويتعرفوا عليها ويوصلوها ويطبقوها ويفيدوا غيرهم في المجتمع. أيضا ستكون الحملة من خلال تدريب صيدلاني، أيضا نملك كما تعلمون أكاديمية للتدريب الصيدلاني الإبداعي، تقدم تدريب للصيادلة ولطلاب الصيدلة عن الصيدلة الحقيقية وكيفية ممارسة الدور الحقيقي للصيدلاني. وأيضا سنقدم ورشات من خلال هذه الأكاديمية في المستقبل، ورشات تثقيفية عن الصيدلة لكافة الناس أو للطلاب الجدد سواء في المراحل المبكرة أو المراحل المتقدمة من الدراسة الإعدادية لتعريفهم أو الثانوية، لتعريفهم عن الصيدلة وتخصص الصيدلة وما هي الميزات التي يمكن أن يقدمها للعالم والبشرية. من خطط العمل أيضا بالإضافة إلى إطلاق حملة نحو صيدلة حقيقية، سنعمل على إجراء اجتماعات على مستوى الصيادلة الحقيقيين في العالم. هذه الاجتماعات ستكون أونلاين مبدئيا في الوضع الراهن،
لتباحث المشاكل ولتعزيز الإيجابية، حيث سنعمل على تعزيز الإيجابية وتحفيز الذات والاستفادة من خبرات الصيادلة في جميع أنحاء العالم والعمل على حل مشاكل المهنة. سنقوم أيضا بفتح باب الانتساب لهذا الاتحاد، الاتحاد العالمي للصيادلة الحقيقيين، ولكن للانتساب إلى هذا الاتحاد هناك شروط فيها شيء من المرونة ولكن فيها شيء من الصعوبة أيضا. ليس بالسهولة أن ينتسب الصيدلاني إلى هذا الاتحاد، فنحن الاتحاد العالمي للصيادلة الحقيقيين وهناك شروط يجب توافرها للانتساب إلى هذا الاتحاد، وأبرز هذه طبعا الشهادة هي جزء من هذه، جزء ولكنه جزء ثانوي وليس جزء أساسي، هو جزء أساسي ولكنه غير كافي وليس وغير كافي للانتساب إلى هذا إلى هذا الاتحاد. الشهادة يجب أن تكون شهادة صيدلة، أو ليس بالشرط أن كمان أن يحصل فيها الشخص أو يكون حاصل على شهادة البكالوريوس، ممكن أن يكون طالب صيدلة، ممكن يكون حاصل على دبلوم في الصيدلة، المهم أنه دخل مجال الصيدلة ولكن بشرط أن يحوي الشروط الأخرى التي سنتكلم عنها. فممكن أن ينتسب إلى الاتحاد العالمي للصيادلة طلاب صيدلة أو أشخاص حاملين دبلوم في الصيدلة أو خريجين جدد ولكن يملكون المزايا الأخرى التي نتكلم عنها، وقد يكون هناك صيادلة لديهم خبرات وطويلة وعشرين ثلاثين سنة في المهنة ولا يتم قبولهم في الاتحاد العالمي للصيادلة الحقيقيين. هناك شروط يجب توافرها لنكمل المشوار، لأننا نحتاج لأشخاص معينين يكملوا معنا المشوار، يقوموا بإجراءات فعلية قادرين على التغيير. سنذكر أهم هذه الميزات التي يجب أن تكون أساسية للانتساب إلى الاتحاد العالمي للصيادلة الحقيقيين، وأهمها توفر الإيجابية والروح المتفائلة وحب الصيدلة وحب وعشق الصيدلة مهما كانت العوائق، وبذل المستطاع لوصول المهنة إلى مكانها الحقيقي وقمتها الحقيقية. أيضا ليس فقط الكلام الإيجابي وليس الشعور الإيجابي فقط، بل القدرة على أخذ إجراءات إيجابية وأفعال إيجابية. الشرط الثاني للانتساب إلى الاتحاد العالمي للصيادلة الحقيقيين هو توفر القوة العلمية، أن يكون ملما بقدر الإمكان في علوم الصيدلة ولديه هوس في العلم ومحبة لعلم الصيدلة، وباحث ويعمل على ذات ويتعلم ذاتيا كل يوم ويطور معلوماته، أو لديه، ليس شرط أن يكون ملما في كل شيء، ولكن قد يكون طالب صيدلة ولديه نهم لتعلم الجديد ولديه حب لتعلم الجديد في علم الصيدلة. إذن القوة العلمية من أساسيات الانتساب إلى الاتحاد العالمي للصيادلة الحقيقيين. والميزة الثالثة والشرط الثالث الأساسي للانتساب هو الروح القيادية. الصيدلاني هو قائد في صيدليته وقائد في معمله وقائد في المجتمع، ولا نقبل أن ينتسب إلى الاتحاد العالمي للصيادلة الحقيقيين إلا شخص قائد ليقوم بالتغيير في المكان الذي فيه، لأننا نحن جئنا بهذا الاتحاد لنغير ونريد صيادلة قادة بالدرجة الأولى. أيضا الشرط الرابع هو الإبداع. يجب أن يتوفر لديه الإبداع والقدرة على إضافة بصمات كلياتها بحاجة إلى أفكار إبداعية للتغيير، فهذا من الأساسيات، لأن الصيدلة هي مهنة الإبداع ومهنة الاكتشافات والاختراعات، فيجب توفر الإبداع والتميز أيضا في الشخص المقدم لطلب الانتساب.
طبعا بعد دراسة طلب الانتساب من لجنة مختصة، سيتم بعد ذلك قبول الصيادلة في قبول أو رفض الصيادلة في الاتحاد العالمي للصيادلة الحقيقيين. رابط طلب الانتساب سنضعه على صفحتين، صفحة أكاديمية التدريب الصيدلاني الإبداعي والصفحة الثانية طبعا على الفيسبوك. هذول الصفحات سنزودكم بروابط هذول الصفحات، أكاديمية تدريب الصيدلاني الإبداعي وأيضا مشروع الأسرار الخفية في العلوم الصيدلية. سيتم نشر رابط الانتساب إن شاء الله قريبا للاتحاد العالمي للأصيادين الحقيقيين. وأيضا تابعوا هذه الصفحات لتتعرفوا أكثر عن ماذا نريد من صيدلة حقيقية، وما ما هي الصيدلة الحقيقية التي نتكلم عنها. وأيضا أكاديمية تدريب الصيدلاني ممكن تتعرفوا على الدورات التي تقدمها والورشات التي تقدمها والتوعية التي تقدمها في دور الصيدلاني في دور الصيدلاني الحقيقي. إن شاء الله كمان تكونوا قادرين إن شاء الله أن إحنا نغير نحن الصيادلة بإذن الله. هذا نحن نملك مهنة ونملك جوهرة ثمينة جدا تخدم المجتمع وتخدم المريض، وقادرين بإذن الله أن نعمل شيء لهذه المهنة التي أعطتنا الكثير، ويجب أن نعطيها شيء من الجهد وشيء من البذل والعطاء. مقدرين للمشاكل اللي احنا بنعانيها، استنينا كثير النقابات، استنينا كثير المسؤولين وكثير من الاشخاص او المجتمع ان يغير لهذه او يغير نظرته، لكن هذه دون جدوى. يجب ان يكون التغيير من خلالنا نحن الصيادله الحقيقيين باذن الله. ومره ثانيه بحكي بقول للصيادله في كل مكان أو خصوصا الصيادلة الحقيقيين، كل عام وأنتم بألف ألف خير، وبإيدنا إن شاء الله نقدر نغير، وبإيدنا إن شاء الله نصنع مستقبل ونصنع جيل جديد من الصيادلة الحقيقيين. فيلا بنكون إيد واحدة بإذن الله نحو صيدلة حقيقية.